ايه والسلحفاه كانت سلحفاه تسكن تجويفا تحت شجره توت توجد بحديقه بحينا وكانت لها صديقه اسمها ايه تزورها من حين لاخر وتحمل لها أوراق الخس الذي تحبه كثيراً. كانت السلحفاة آمنة، لا يؤذيها أحد، وكانت تخرج من مسكنها وتتجول في الحديقة وتتفرج على الشارع، فيعجبها أن ترى العمارات والمتاجر نظيفة. ويسعدها رؤية الأطفال وهم متوجهون إلى المدرسة التي لا تبعد عن الحديقة والمسجد الذي يتوافد عليه السكان، كما تحب سماع الطيور وهي على أغصان الأشجار تغرد وتزقزق مثل فرقة موسيقية، وكانت تفرح عندما ترى آية تغادر المخبزه وهي تحمل الخبز والحلويات الكل سعيد مرتاح في الحي ذات يوم جاءت ايه لتزور صديقتها وتقدم لها ما احضرت من غذاء وماء وجدت ايه السلحفاه حزينه منشغله بجمع امتعتها سألتها آية: ما بكِ يا صديقتي؟ ردت السلحفاة: كنتُ سعيدة بينكم، الجميع يحبّني ويحترمني، لكنّني اليوم أغادر حيّكم، قالت آية: لقد ألفناكِ، فلماذا تغادرين حيّنا؟ ردت السلحفاة: صار احد السكان يرمي نفايات منزله بجانب مسكني فتؤذيني رائحتها الكريهه ويزعجني طنين الذباب الذي يتجمع على النفايات واظل قلقه الى ان ياتي عمال النظافه قالت ايه سلوك هذا الشخص غير مقبول ولا يحترم موعد جمع النفايات المنزليه لا عليك يا صديقتي ساحل المشكله